نرحب في البداية الأستاذة أمل أحمد، عضو لجنة الطفل بالنادي الأهلي. يا صباح الفل. صباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل عليك يا كريم، وصباح الفل على كل الأهلوية. منورانا، أهلا بيكي. وفعلا بجد نشاط مهم جدا. والأهم أنه مفيد جدا. مبدئيا كنت عايز نبتدي بمتجر الطفل، وبعد كده ندخل بقى معاكي في تفاصيل بقية نشاطات لجنة الطفل عاملة ازاي، الفكرة جت ازاي، وآلية التنفيذ من ايه، الخطوات اللي خدتوها عشان توصلوا لإيفنت ناجح ومفيد بالشكل ده. هو احنا متواجدين في النادي على طول، فطبعا مهم جدا ان احنا نشوف الاطفال ونشوف سلوكهم في النادي. لو حسينا مثلا ان الطفل ده عنده مشكله، فبنبتدي نقعد احنا كجروب مع بعض. الفكره دي جت لنا من احد اعضاء النادي في الشيخ زايد، وهي يعني شافت الفكره، واحنا ابتدينا نشتغل على الموضوع دوت فتره، وطلع بالشكل دوت. شفنا احنا كلجنه احنا انبهرنا بالاطفال اللي شفناها في التقرير اللي فات. شفنا اكسسوارز ما تخيلتش ان طفل عنده 7 سنين او 8 سنين بيقوم بالنشاط دوت. الحقيقه كان مفاجاه لينا كلنا، ومفاجاه ان احنا عندنا مواهب كتيره مش شرط رياضيه. يعني في حاجات كتيره قوي شفناها، هاند ميد، شفنا تطريز، شفنا كل حاجه. فالحقيقه الايفنت ده كان مهم جدا، وعرفنا قد ايه ان احنا عندنا عقول فذه. يعني سياده العميد احمد النحاس معاكم برضو، كان موجود متواجد معانا، راجل محترم جدا بصراحه جداً. ويعني بيساعد وخدوم وما بيتاخرش، هي دي شهاده تقال. طيب احكي لنا بقى، عشان الايفنت ده مش هينفع نعديه كده بصراحه. المحادثات اللي حصلت، الكواليس اللي حصلت، لما كان في طفل مثلا بيبيع بشكل كبير وبيمسك فلوس في ايده، مش اهله بقى اللي مديونها له، لا ده هو اللي كسب بيها. فاكيد في كواليس حلوه عايزين نعرفها. في كواليس كتيره جدا. احنا كنا مانعين تماما ان اولياء الامور يكون متواجد مع الطفل. احنا عايزين الطفل 100% هو اللي معتمد على نفسه. كنا بنشوف طفل، كان عندنا طفل صغير، انا فاكره الموقف ده كويس جدا. الطفل ده كان مش عارف يعد الفلوس، بس ابتدى لا دي كام، سعروا اولياء الامور بما انهم مش متواجدين، فابتدوا يسعروا الحاجه. فالولد بقى بيقول له لا دي 10 ودي ب5، فانت هتاخد كذا وهتجيب لي الباقي. فابتدى اشوف لا في اطفال كويسه جدا سنهم صغير بس عندهم قوه ملاحظه، لا انت خدت 2 دي بكذا، لا دي بكذا ودي بالمبلغ الفلاني. فكنا شايفين، كنا طبعا عاملين فوكس، طبعا في حاجات مضحكه كتير قوي قابلتنا الحقيقه، بس كان في اعتماد على نفسه بشكل كبير. في الطفل، انا على ما اتذكر ان الطفل دوت كان عنده حاجات فما بعش. كان في الايفنت ده كان في الشيخ زايد، وفعلا الطفل ما كانش زعلان خالص. يعني احنا اقمنا المتجر الطفل في 3 فروع، واخر ايفنت كان يوم الجمعه اللي فاتت في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. فالطفل ما بعش حاجه، هو ما كانش زعلان خالص، بالعكس ايه المشكله لما بعتش المره الجايه هبيع وانا هتعلم وانا عندي شويه اخطاء. انا صراحه ما لقيناش ان الطفل حزين خالص، بالعكس حاجه جميله قوي، حلوه جدا جدا على فكره.